اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية. عن المرحوم محمد حسن العطور رحمه الله واسكنه وسيع جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وعجل منزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات احسانا والسيئات عفوا غفرانا. اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته وان كان مسيئا فتجاوز عن اساءته. اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح ابواب السماء بروحه وابواب رحمته وابواب جنتك اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم هذا عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها محبوه واحباؤه فيها الى ظلمه القبر يوم هو لاقيه. اللهم انه كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك. اللهم اهمل كتابه وهو رساله ولين ترابه والهمه حسن جوابه طيب ثواه واكرم ثواه واجعل الجنه مستقره ومأواه.